السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين: جدل واسع في موريتانيا حول قانون مكافحة العنف المؤسسي على النوع المعروض على البرلمان. رابطة متقاعدي الجيش تعلن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج دعم المشاريع المدرة للدخل. السلطات الغامبية توقف بث 3 إذاعات خاصة على بعد أسبوعين من تسليم السلطة للرئيس الجديد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. يثير مشروع قانون مكافحة العنف المؤسسي على النوع الكثير من اللغط والجدل في موريتانيا، حيث يعتبره الكثيرون مناقضا للشرع والعرف في جوانب عديدة منه، ويقولون إنه لم يراعي طبيعة المجتمع الموريتاني. ويتكون مشروع القانون من 74 مادة، ويسعى إلى حماية المرأة من العنف من خلال إكمال بعض الثغرات التي تكتنف القوانين الموريتانية. تفاصيلها فنتابعها في سياق هذا التقرير. جدل في الساحة الوطنية الموريتانية هذه الأيام حول مشروع قانون يصفه مقترحوه بأنه من أجل الحماية الكاملة للمرأة ضد العنف القائم على النوع، في ظل إجماع على ضرورة حماية المرأة الموريتانية من شتى أنواع العنف والاعتداءات الجسدية، يقف البرلمان الموريتاني هذه الأيام أمام مشروع قانون يعتبره الكثيرون من أهل الاختصاص بأنه مادة مستوردة لم يراعي مقترحوها طبيعة المجتمع ودينه. وزير العدل إبراهيم ولداد داهو في مداخلة له أمام مجلس الشيوخ أكد ضرورة الاقتناع بالمساواة بين الرجل والمرأة، مع التأكيد على التصديق الابتدائي الضمني للمرأة في حالة تقديم أي شكوى من طرفها، حسب ما جاء في كلمته. إذا نفهموا يا الرجالة عن منين تنطرح قضية طارحتها مرأة، فهم تصديق مثلا ابتدائي ضمني اللي قالت معناها شنو؟ معناها حد يعس حد يعس بها اللي عندنا تطرح هذه الرواية الهارب منها هو وقع فيها بهاش به اللي لا يعيط له ويجي المحاكم ويمثل ويمشي ويخسر همه ويخسر حاجته. لكن لا من يتفهموا انتم عن العليات انتم هم متقادين وتفهموا عن مات لما يقول عن حقوقهم يفرط فيها، لا يتعاملوهم بذيك المعاملة. انتم حد منكم صاحب رجال منين يعود يرى عنه صنعته ويرى عود هو راقب في عود صاحبه، لا هي يتخطى الواسن الامور به اللي يعرف صنع جمل وما يطيحه، ومنين تعودوا لاك ماكم قابلينه ايه عرفوا عني بعد منين تشكيله يتحرك الدعوة العمومية. يتكون مشروع القانون المثير للجدل من 74 مادة موزعة على 5 فصول اعتبرها أصحاب المشروع كافية للحماية من العنف القائم على النوع، بينما وجدها مختصون لا تحمي المرأة والفتاة الموريتانية، وأنها تتناقض مع الشريعة الإسلامية، تعريف الاغتصاب، ذكر عقوبة الزنا على الرجل دون المرأة، منع الميراث، حبس الولي مع اعتبار الزواج ماضيا، مصطلح حق ممارسة الحريات العامة، وغيرها من محتوى الوثيقة، مواد اعتبرها البعض تحتاج مراجعة في المضمون والصياغة. وبين واقع مرير تعيشه المرأة الموريتانية وخاصة بالأرياف، حسب الأمم المتحدة وبعض مؤسسات المجتمع المدني، ومشروع قانون يعتبره الكثيرون يهدد كيان الأسرة أكثر من حمايتها، تضيع المرأة وحقوقها، تقول بعض الحقوقيات الموريتانيات في بلد تمثل فيه أكثر من 50% وفق بعض الإحصائيات. أعلنت رابطة قدامى ومتقاعدي الجيش الوطني عن إطلاق النسخة الثالثة من برنامجها الخاص بدعم المشاريع المدرة للدخل لصالح التكتلات المنضوية تحت لواء 18 مكتبا تابعا للرابطة في عدد من مقاطعات البلاد، ويصل المبلغ 4,200,000 أوقية مخصص لتمويل مشاريع مدرة للدخل لصالح الأرامل والأيتام من منتسبي الرابطة. كنا قد دشنا هنا بصفة استثنائية يوم 24/3/2013 العملية الأولى لتمويل مشاريع مدرة للدخل لفائدة الأشخاص المعوزين وخاصة الأرامل واليتامى من منتسبي الرابطة. شجعتنا نتائج التجربة الأولى
على إعادة العملية من جديد. وها نحن اليوم بصدد إطلاق الدورة الثالثة بمبلغ إجمالي قدره 4,200,000 فوقية لفائدة تكتلات منضوية تحت 18 مكتبا من مكاتبنا في المقاطعات، من بينها 3 مكاتب أعيد انتخابها للتمويل من جديد. من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن المبلغ المخصص لتمويل المشاريع والذي تم ذكره آنفا محصل من وسائل الرابطة. نظمت منسقية التحالف الشعبي التقدمي بولاية البراكنة دورة تكوينية تحت عنوان المسلسل الانتخابي من التسجيل على القائمة حتى ممارسة التصويت. وقد حضر التكوين المستهدفون به وهم الأمناء العامون للأقسام ومنتخبو الحزب و55 شخصا يمثلون بلديات الولاية 21. تم تنظيم هذه الأيام التكوينية التي دارت لمدة 2 أساسا حول المسار الانتخابي أو العملية الانتخابية، وكان ذلك على مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة تحضيرية تبدأ من إعداد اللائحة أو تسجيل على اللائحة الانتخابية حتى تشكيل اللوائح المترشحة، والمرحلة الثانية كانت مرحلة تسيير العملية الانتخابية، وهذه أيضا تبدأ من اختيار الناخبين المرشحين واختيار اللائحة المنافسة، وتنتهي باختيار الممثلين والدور الهام الذي يلعبونه داخل مكاتب التصويت في نهاية العملية، وحتى فرز النتائج وما يترتب على ذلك من جمع للطعون والخروقات والمحاضر النهائية التي يترتب عليها قبول النتائج أو رفضها، أو تترتب عليها الطعون في حالة ما إذا تم تزوير هذه الانتخابات. دعا الرئيس محمد جميل المنصور القضاء الموريتاني للحكم في قضية الكاتب المسيء محمد الشيخ والمخيطير بالحكم المستحق، مشيرا إلى أن السياسيين والرأي العام إذا حددوا ماهية الحكم المستحق بصورة عادلة فإنه لا يبقى للقضاء نطاق اختصاصه. أهل السياسة عندهم اللي يقولوا عن يالة القضاء احتراما للنصوص والثوابت وطبيعة البلد يعدل الحكم المستحق ولا يقبلون تأثيرا من أي نوع. الحكم المستحق الصار اللي قد يحدوا لا القضاة والقضاء على ضوء المعطيات المتوفرة عندهم. حنين نقول لهم الحكم المستحق ونقول لهم شنه وش يلطي وعدل فيه، ما خلينا للقضاشي، بالتالي مخلي لهم هما انطلاقا من ذي الأمور تحديد الحكم المستحق. وقال والمنصور في تعليق له خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اختتام مجلس الشورى الوطني للحزب إن المجتمع بحاجة لقومة تربوية ودعوية للمحافظة على ثوابت البلاد في وجه موجات التطرف والإلحاد التي تغزو المجتمع في السنوات الأخيرة. موقف الحزب مرات وأهلي عنكم لا لا يتعودوا قطوا لاحظتوا ذاك يسوى على مستوى البيان اللي قط عدل في الماضي، ويسوى على مستوى الفعاليات الفردية لياسر من أهله. ظهر له عن هذا الموضوع قضية رأي عام للشارع المتدين، ولا ينبغي المبالغة في تسييسه وتحزيبه. ولذلك نعتقد أنه في جانبين، جانب متعلق بالمقدسات والثوابت وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، الشعب الموريتاني كامل بما فيها التواصل مطالبين بقوة أنهم يدافعوا عن الثوابت ويندوا بي مس منها، ويعتبروا عن المجتمع بحاجة القومة تربوية ودعوية تحد من انتشار الأفكار الإلحادية والتصورات المجانبة للدين والتدين. إلى الشأن الإقليمي، حيث أغلقت السلطات الغامبية 3 إذاعات محلية خاصة محسوبة على المعارضة في البلاد قبل أقل من أسبوعين من حلول الموعد المحدد لتسليم السلطة للرئيس الفائز في الانتخابات الرئاسية آدما بارو. وتتهم الإذاعات التي أغلقها النظام الغامبي انتهاج خط معارض ضد نظام غامبي جامع الرافض للاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية، ويدعو إلى إعادة تنظيمها من جديد، وهو ما يرفضه آدما بارو وأنصاره. المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق التقرير التالي.
السلطات الغامبية توقف بث 3 إذاعات خاصة في البلاد على بعد 2 أسبوع من حلول الموعد المحدد لتسليم الرئيس المنتهية ولايته يحيى جاميه السلطة لمرشح المعارضة الفائز أدما بارو. الإذاعات التي تم قطع بثها محسوبة على المعارضة، وتعرف إحداها بخطها المناهض لسياسة نظام جاميه، وسبق للسلطات أن أوقفتها مرات عدة وتعيد بثها ببعض الشروط الخاصة في كل مرة. وقد اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود هذا الإجراء يهدف إلى قطع مصادر المعلومات خشية أن تؤدي وسائل الإعلام دورا قد يزعج النظام الحاكم والذي تنتهي مأموريته الرئاسية وفق دستور غامبيا في 19 من شهر يناير الجاري. وينتظر الغامبيون حلول 10 من شهر يناير، وهو الموعد المحدد من طرف المحكمة العليا ببانجول للبت في الطعون التي تقدم بها الحزب الحاكم في البلاد بشأن الانتخابات الرئاسية التي تراجع جاميه عن الاعتراف بنتائجها بعد 2 أسبوع من تهنئة نظيره الفائز والتصريح بأن الغامبيين اختاروا غيره لتسيير شؤون البلاد في المرحلة القادمة. جاميه وفي أحدث تصريح له بث بمناسبة السنة الجديدة حذر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من التدخل العسكري بالبلاد، وقال إن الغامبيين مستعدون للدفاع عن أنفسهم، وإن تصريحات المجموعة تعتبر إهانة للدستور الغامبي وتطاولا عليه. في الجانب الآخر، أعلن الرئيس المنتخب أدما بارو عن تشكيل لجنة لوضع وصياغة خطة تنموية تسعى للنهوض بأوضاع البلاد، قال إنه سيعلن عنها بعد التنصيب ويشرع رفقة فريقه الحكومي في تنفيذها. غير أن الطريق نحو قصر بانجول لا تبدو مفروشة بالورود، فقرار المحكمة العليا سيكون له ما بعده إذا لم يتفق الطرفان، فجامي لا يريد غير إعادة تنظيم الاقتراع، وبارو لا يريد غير الجلوس على كرسي أوصلته إليه أصوات الجماهير الغامبية. إلى الشأن الفلسطيني، حيث أوضح تقرير صادر عن وزارة الأوقاف الفلسطينية عن تسجيل أزيد من 1200 اعتداء على مقدسات فلسطينية خلال عام 2016 المنصرم. وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال واصلت سياستها بشأن الحفر بمحيط المسجد الأقصى المبارك إلى جانب استمرار سياسة التهويد. نتابع المزيد في هذا التقرير. أزيد من 1200 اعتداء كانت نصيب المقدسات والمقابر ودور العبادة في فلسطين المحتلة خلال عام 2016 المنصرم. وقالت وزارة الأوقاف الفلسطينية في تقرير نشرته الثلاثاء إن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 644 مرة، فيما أغلقت المسجد بشكل كامل 10 أيام. وقد وصلت الاعتداءات خلال شهري يناير وفبراير من العام المنصرم 188 اعتداء، فيما تراجع العدد ليصل 100 انتهاك خلال شهري مارس وابريل. ويصل أدنى معدل اعتداءات قوات الاحتلال الصهيونية على المقدسات الفلسطينية خلال عام 2016 45 اعتداء سجلت خلال شهر اكتوبر. وأكد تقرير وزارة الأوقاف الفلسطينية أن سلطات الاحتلال واصلت سياساتها بشأن الحفر بمحيط المسجد الأقصى المبارك إلى جانب استمرار سياسة تهويد. وتواصل قوات الاحتلال مع مقدم العام الجديد سياسة الهدم، حيث هدمت 15 مسكنا شرقي مدينة نابلس الواقعة شمال القدس المحتلة. وقد جاءت عملية الهدم بعد أن فرضت قوات الاحتلال طوقا عسكريا على المنطقة ومنعت دخول الطواقم الصحفية والإنسانية إليها، وسحبت لاحقا بعد أن أكملت عملية هدم المنشآت السكنية. وتهدم سلطات الاحتلال من حين لآخر عشرات المساكن الواقعة بالقرب من مدينة نابلس، وتشرد ساكنتها بذريعة أنها مقامة في مناطق تدريب تابعة لجيش الاحتلال، وتتهم السكان بإعادة بنائها بمساعدة من الهيئات الإنسانية والإغاثية. وتواصل سلطات الاحتلال لتنفيذ سياساتها الهادفة إلى هدم منازل الفلسطينيين في المناطق التي تشكل نسبة 60% من أراضي الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة الاحتلال، في محاولة لإفراغها من السكان الأصليين وإحكام سيطرتها عليها ودفع المواطنين للتشريد. والآن إلى نافذتنا اليومية على العام 2016.
ولد العام 2016 رحيل شخصيات مؤثرة تركت بصمات قوية على الواقع الموريتاني خلال العقود الأخيرة من تحولات الدولة والمجتمع، سواء فيما يتعلق بالمجال السياسي أو الثقافي أو الفكري أو الإعلامي وحتى الروحي. نتابع. تذكير بالعناوين. جدل واسع في موريتانيا حول قانون مكافحة العنف المؤسسي على النوع المعروض على البرلمان. السلطات الغامبية توقف بث 3 إذاعات خاصة على بعد أسبوعين من تسليم السلطة للرئيس الجديد. رابطة متقاعدي الجيش تعلن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج دعم المشاريع المدرة للدخل. يمكنكم مشاهدينا الكرام